تحيا السويد وملك السويد. انا ما تنعترفش بالنظام القمعي وعلى الاعتقال ديال الزفزافي. اول مره غندير لكم مفاجاه. ونتمنى لكم يبقى في التاريخ. السلام عليكم. هذا هو الباسبور ديال بوهلال منير. بوهلال منير بوسبير القديم كازابلانكا. هذا الباسبور ديالي. اما الطبعات هذا الباسبور ديالي. هذا هو الباسبور ديال المغرب الذي لا يشرفوني. هذا هو الباسبور ديال الدولة القمعية اللي اعتقلت بزافي. هاد الباسبور هذا ما تيشرفنيش. هاد الباسبور هذا دولة قمعية. هاد الباسبور ديال الدولة الديكتاتورية القمعية الفاسدة. هاد الباسبور ديال محمد الفاسد المثلي الديكتاتوري الذي اعتقل خوتنا في الريف على حق. ما عمرني كنت باغي نقطعه، ولكن ملي ولا الاعتقال حتى في الناس الريف والناس خارجة على حقها والسجون والاختطاف. هذا الباسبور الفاسد. وهذا الباسبور ديال امي الله يرحمها. هذا الباسبور ديال امي الله يرحمها. هذا الباسبور تا هو ديال امي اللي ولدتني لا يشرفها تكون مغربيه. هذا الباسبور ديال امي. امي تا هي ما تستاهلش البلاد القمعيه اللي تيحرق ويعتقل الشباب ويغتصب الشباب المغربيه ويهلك المغاربه ويدي الاموال ويضرب المغاربه ويتعدى على المواطن المغربي. وهاد الباسبورات ماشي باسبورات ديال دوله كريمه وما تستاهلش تكون دوله. وهذه دوله ديال القمع ودوله ديال الظلم. تو 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 عليك. الا كان هذا تيمثل الدوله القمعيه وتيمثل النظام صح، ما تيمثلش الوطنيه والوطن. هذا تيمثل النظام. ها هو النظام هنا دايرينو. هذا النظام تو الغاشمي ديال التاج ديالو لا يمثلني دولة ديكتاتورية إرهابية ديال ليسيس داعشية ديال محمد السادس. القمعية لا تمثل الأحرار ولا تمثل الرجال ولا نسنو بمغاربة. وهذا باسبور ديال الكلاب ونحن هذا هو باسبور الحرية. السلام عليكم. أنا سنين وأنا تنظلم عمني قطعت، ولكن ملي وليتو تعتقلوا كاع حتى لهاد الناس وتجيو تضربوا الناس وكثرتوا كاع ما بقاتش عندكم الرحمه. قلنا زعما غات العهد الجديد غتخشويه الساعه. زدتو دوبلتو داكشي ديال 20 فبراير. زدتو زعما لا يعقل هادشي اللي تديرو فيه. القمع، الاعتقال، الجليس على القراعي، تعذيب، تهميش، عدم حريه الراي، عدم حريه الفكر، عدم حريه التعبير، عدم حريه الراي، عدم حريه الصحابه، الصباح الصحابه، عدم القضاء النازه، عدم دوله الصلاط او عدم السكن اللاقع، عدم الطب، عدم الصحه، عدم الحق في السكن اللاقع، عدم التعليم او عدم توزيع الثروات او عدم عداله اجتماعيه، عدم كرامه انسانيه. هذه القمع وتزيد بالضرب وتزيد تضربني وتعتقلني وتخليني على والديا. والناس دابا بزاف مريضه مسكينه شتها الله يشافيها ويطول في عمرها. وشفت الاب ديال داك الدري مسكين الريفي تيغوت. فين غتوصلونا بهادشي؟ تو تو باسبور الكلاب على البوكم الكلب. هذا باسبور الديكتاتوريه، باسبور الفاسدين. شوف اش دايرين هنا. شوف سبع حاضي وسبع مراضي. واحد تيشوف التاج والاخر حاضي الشعب. شوف هذا حاضي الشعب وهذا تيشوف. ها تفو على امك، تفو على امك. قال لك الخراريه المغربيه، تفو الملكيه الخنزيه الديكتاتوريه.
على بوكم الكلب، إن على بوكم وبو اللي حطكم في ديك الدولة القمعية، باسبوركم خامج، قال لك ملكية، خامجة المغربيين على بوكم الكلب، شعل بوك العافية كون ما كان عندي السيستم دالارم، الله العظيم تنشعل العافية خت على السيستم دالارم يبدا يغوت، شعل بوه النار. تحية نضالية، الله الوطن الشعب. أنا ما تنأمنش بالدولة الديكتاتورية، أنا تنأمن بالحرية، حرية ثم الحرية، عدالة اجتماعية، محاسبة مع الملك والنظام. راه البروغرام ديال التلفازة اللي دازو البارح تيهضرو في إذاعة العربية، قال لهم أو داز 33 حكومة ما عمر شي سياسي تعتقل منها، واش هما رسول ولا أنبياء تيتعتقلوا غير نشطاء؟ حرية التعبير، نشطاء حقوق الإنسان، الصحافة المستقلة، المناضلين ديما في الحبس. شي سياسي أوزين 22 مليار، وزير الشكلاط وزير الزرواطة، مزوار والديسكوتيك والمير، الأخرى شرات الفيلات في باريس، أسميت هذيك الناس ما ولا ما عرفت ديك اللي، الأطباء الأراضي، ولاد الزعير، ها؟ الأوان زيد ما خلاو ما داروا فينا، الاغتصابات، وزير الداخلية كان متهم بالبيدوفين، أخنوش متهم القتل ديال المحسن والخوان الرمال والبحور والفساد في البحر، كلهم عندهم صوابق وعندهم مشاكل. عليوة خرج قال لك يدفن مو اليوم هذا ما رجعش للحبس، كاع الملايير كانت داها، اش من دولة هذه؟